بونجور، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله في الفيديو ده هنبدأ بروجرام السيونس بتاع بريمير بريمير، والبروجرام بتاعنا لذيذ جدا جدا جدا. هناخده كأنه حكايات مع بعض وهنتسلى بيه. اول حاجة، احنا غالبية البروجرام بتاعنا بيتكلم عن البلانت. بيتكلم عن ايه؟ بلانت. كلمة بلانت يعني نبات، يعني زرعة، يعني حاجة بنزرعها، شجرة، وردة، اي حاجة في الجنينة مزروعة، دي اسمها بلانت. اوكي، بلانت يعني نباتات، يعني شجر، ورد، زرع حشيش، اي حاجة مزروعة، صبار، كل ده اسمه بلانت. تمام. طيب بنعمل ايه عشان نزرع بلانت؟ هنعمل كده. اول حاجة هنجيب بذرة صغيرة، وهنحط البذرة دي في الارض، في الطينة، في الزرع، في الطينة اللي في الجنينة كده، بنحط البذرة تحت الارض. اوكي، البذرة دي اسمها جران. اسمها ايه؟ جران. بذرة يعني جران. بنحطها سو لو سول، الارض يعني لو سول. فالجران سو لو سول، تحت الارض. اوكي، او بنقول عليها كمان الجران، لا جران، اي ان فرونسي سو لو سول او دون لو سول. ان فرونسي يعني غطسانة جوه الارض. تمام. اوكي، طيب هنحطها جوه الارض ونسكت؟ لا، لازم يكون في كذا حاجة تانية موجودة. اول حاجة لازم يكون في صلاي بتطلع نور، لوميير. اكيد الصلاي هتطلع نور، اللي اقصده انها لازم تكون في ضوء الشمس. كمان لازم يكون في هوا حلو، يعني في هوا كده في الجو موجود، هوا، اير. اير يعني هوا. لازم يكون في صلاي. صلاي يعني شمس، والشمس دي بتطلع نور. يعني ايه نور؟ لوميير. بتطلع ايه؟ لوميير، بتطلع نور. بس كده؟ لا، لازم كمان نعمل حاجة تانية، ونجيب اروزي اللي هو ال بتاع اللي بنسقي بيه الزرع ده كده، هو حد، ونبقى ماسكينه ويبقى بينقط مية. مش هو بيبقى مخرم كده وينقط مية؟ رشاش الزرع ده، عارفينه؟ الرشاش اللي بينقط ايه؟ مية. مية يعني او. يبقى احنا عشان نزرع بلانت او نزرع زرعية صغيرة، هنسميها عشان صغيرة بلانتول، يعني بلانت صغيرة على قدينا احنا. هنجيب جران، بذرة صغننة، وهنحط الجران دي فين؟ تحت الارض، سو لو سول، او لا جران ان فرونسي دون لو سول، مغروزة جوه الارض. هنجيب كمان، هيبقى فيه شمس، في صلاي. الصلاي دي بتطلع لوميير، بتطلع نور، هيجي على الجران، يعني هيجي على الارض اللي فيها الجران. في هوا هنا، يعني في اير. وكمان في الاروزيه ده اللي هو الرشاش بتاع الميه، بينزل او. كل الحاجات دي هتساعد ان البلانت تكبر وتطلع. هيحصل ايه بعد شويه؟ ركزوا معايا. هنلاقي انه تحت الارض الجران دي صغنونه عملت كده، ونزل منها زي ديل كده صغنن، نزل لها ديل. ايه ده الديل ده؟ دي حاجة طلعت لها اسمها راسين. اسمها ايه؟ راسين. يعني ايه راسين؟ يعني جدر. شفتوا قبل كده اي زرعة شلناها من الارض بيطلع لها جذور من تحت، بيطلع لها ايه؟ شعر من تحت كده وجذور. فدي اسمها راسين، الحتة دي اسمها راسين. فبنقول ايه؟ الراسين نازلة لفين؟ لتحت. فبنقول لا راسين، الجدر، سديريج فير لو سول، بيتجه ناحية الأرض. سديريج فير لو سول، الراسين بتتجه ناحية الأرض. تمام، جميل. لسه الشمس موجودة، اوعوا تشيلوها. لسه السولاي موجودة باليوميير بتاعتها، ولسه كمان الأروزيه اللي بيسقي المية موجود. يعني لسه الأو موجودة، الأير موجود، الهواء، واليوميير دي سولاي موجودة. كل دول لسه موجودين، هم اللي خلوها تنبت وتبتدي تطلع راسين. يبقى نيميرو ان، حطينا الجران دون لا تير او دون لو سول. ممكن بدل كلمة لو سول اقول كمان لا تير، الارض. لو سول يعني الارض، ولا تير يعني الارض. تاني حاجة، الراسين ابتدت تطلع، لا راسين سو ديريج فير لو سول. ايه تالت اتاب؟ ايه تالت خطوة هتحصل؟ اني هلاقي انه تحت الارض كده طلع
زي شعر كده كتير، حاجات كده كتير 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 متفرعة. ده ايه؟ ده باقي الرسين. طب وايه اللي هيحصل فوق؟ هتبتدي نلاقي طلعت كده زرعة، والزرعة دي ماسك فيها الجيران اللي احنا شفناها، وطلع لها ورق صغنن كده، او الجيران دي ابتدت تتفتح وتعمل ورق. ايه اللي حصل؟ تعالوا نشوف ايه اللي حصل. هنا الرسين لسه موجودة في الصال. طب وايه اللي طلع فوق؟ اللي طلعت فوق دي اسمها لاتيج، الحتة العصاية بتاعت الزرعة الخضرة دي اسمها لاتيج. لاتيج طلعت فوق، طلعت فين؟ طلعت من الأرض، فبنقول عليها سار دي سال أو سار دي لاتير. بتخرج من الأرض، بتخرج من الأرض، تروح فين؟ تطلع في الهواء، دان لير، جوه الهواء. يبقى هي طلعت من الصال من الأرض وطلعت ناحية الهواء. طيب هي طلعت لوحدها ولا واخدة معاها مين؟ ايه ده، دي واخدة معاها الجيران. فهنقول ال بارت، ال دي اللي هي التيج، ال بارت لا جيران، واخدة معاها البذرة بتاعتها. فين؟ فوق في النص، في السطح خالص. فال بارت لا جيران او سومي، فوق خالص، ده كده اللي هو التوب يعني بتاع المكان، يعني او سومي. تمام، يبقى خدت معانا الجيران، طلعتها فوق وابتدى يطلع لها زرع. خلوا بالكوا احنا لسه الشمس موجودة، الصلاة لسه موجودة، وكمان لسه بنسقيها مية، مش هنبطل نسقيها مية، لازم نكمل سقي ايه؟ مية. يعني لازم نكمل، يكون في او ويكون في هوا اللي هي طلعت قعدت فيه، ويكون في لوميير دو لا دي سولاي. اتفقنا؟ يبقى دي نيميرو 3. ايه اللي حصل في نيميرو 3؟ الراسين كبرت تحت، التيج صار دون لير، طلعت من الارض في الهواء، وقال بورت لا جران او سومي، ماسكه الجران معاها في السومي. بعد كده ايه اللي حصل؟ هنلاقي انه الراسين عماله تكبر، والتيج عماله تكبر، والتيج دي طلعت فوق، ابتدت الجران خلاص طلعت الورق، فبقى هنا في ورق في كده، وبقى في هنا فرع في في، وبقى في فرع هنا في في، اهو في كذا في طلعوا في الزرعة بتاعتي. الزرعة بتاعتي كبرت وبقى عندها ورق كتير. تمام، فبنقول ايه؟ انها كبرت. تعالوا بقى نشرح الزرعة دي لما كبرت طلع لها ايه، عشان طلع لها كذا حاجة. اول حاجة موجودة عندنا تحت احنا عارفين اسمها، دي اسمها راسين اللي هو الجذور بتاعت الزرعة. بعد كده الحتة دي الساق الخضرة دي اسمها تيج، اسمها ايه؟ تيج. طب وورق الشجر ده اسمه في، اسمه ايه؟ في. في حاجات تاني؟ في حاجات تانية. مش الزرعة بتاعتنا بتطلع ورد؟ اوكي، يعني ممكن نلاقي هنا كده وردة فلور كده جميلة، ونقول دي ايه؟ الفلور، دي الوردة او الزهرة اللي بتطلع. كمان احنا ممكن نلاقي على الشجرة تفاحة، مش مشاية، خوخاية، يعني هنلاقي كمان فروي، فاكهة. وعلى فكرة كلمة فروي بتتقال على الشجرة على اي ثمر بيطلع منها، يعني لو الشجرة دي بتطلع طومات هيبقى اسمها فروي، لو بتطلع كارات هيبقى اسمها فروي، اي حاجة بتطلع بنقول عليها فروي. اوكي تمام. طبعا الكرات مش بتطلع على شجرة، بس يعني انا بقول انه اي ثمرة بتطلع على الشجرة هنقول عليها فروي، الفاكهة اللي طلعت. اوكي طيب، عشان البلانت دي تكبر كانت محتاجة ايه في كل المراحل اللي قلناها؟ كانت محتاجة كذا حاجة، تعالوا نقولهم مع بعض. بور جراندير او بور بيان جراندير، عشان تكبر حلو وتبقى جميلة كده وزرعة مرعرعة، كانت محتاجة لا بيزوان لا بلانت a besoin de، كانت محتاجة ايه؟ كانت محتاجة اللي احنا هنقول عليه دلوقتي. اول حاجة كانت محتاجة la lumière du soleil، كانت محتاجة ايه؟ اللوميير بتاعت الصلاي، نور الشمس، la lumière du soleil. كانت محتاجة كمان de l'air، كانت محتاجة هوا. كانت محتاجة كمان de l'eau، كانت محتاجة مية تتسقي بيها. وكمان بتحتاج ساعات للشالار بتاعت الصلاي، الدفى بتاع الصلاي، دولا شالار. الشالار دي جاية منين؟ من الصلاي.
يبقى البلانت عشان تكبر وتبقى حلوة كده بور بيان جراندير، عشان تكبر حلو كانت بزوان دو لوميير دو سولاي، نور الشمس، دو لير هواء، دو لو ميه، اي دو لا شالور دو سولاي حرارة الشمس. تعالوا ناخد اكزرسيس مع بعض على اللي قلناه. احنا معانا هنا سيس ايماج، عايزين نرتب الايماج دي بحيث ان احنا نوصل للترتيب الصح، للاردر كراسون الصح. يعني ايه اول حاجة تفتكروا؟ بصوا كده معايا، هنا في جران قاعدة جوه الارض بس ما فيهاش حاجة، هنا في جران وطلع لها حتة راسين، هنا في جران ولسه بنسقيها مية، هنا في جران احنا لسه بنحطها في الارض، هنا في زرعة كبيرة وفيها فلار وفروي فيها كذا حاجة، وهنا في زرعة بس لسه صغيرة شوية. تفتكروا ايه اول حاجة؟ اول حاجة هنجيبها ان احنا هنحط الجران في الارض. حطينا الجران في الارض، يعني دي نيميرو اوكي برافو. طيب بعد كده الجران دي محتاجة ايه؟ محتاجة لا لوميير دو سولاي، يعني دي نيميرو دو، محتاجة كمان او، يعني محتاجة تتسقي بالمية، يبقى ده نيميرو تروا. يبقى دول اول تلات حاجات حطيناها في الارض، بعد كده تعرضت للسولاي، وبعد كده جينا سقيناها مية. يبقى احنا حطينا الجرام في الارض، سقيناها مية، وحطينا لها سولاي، يبقى هي اتحطت في الارض الاول السولاي لانها اوريدي موجودة، وبعدين جبنا المية نسقيها بيها. طب لما سقيناها ايه اللي حصل؟ ابتدى يطلع لها حتة راسين، يبقى دي نيميرو كاتر. اوكي طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ بعد كده ابتدت التيش تطلع لفوق، صار دي سال اي فورم لا بلانت، ابتدت تطلع لي بلانت بس لسه صغننه شويه، يبقى دي نيميرو 5. وفي الاخر خالص البلانت كبرت وبقى فيها فلور وفروي وكل حاجه، ودي نيميرو 6. تعالوا نشوف اكزرسيس كمان. عندي الاكزرسيس ده بيقول لي نيميرات لي زيماج دون لو بون اوردر، عايزين نرتب الايماج في البون اوردر. دي جران صغنونه، دي زرعة كبيرة، دي زرعة صغيرة قوي، دي جران طلع لها راسين، ودي زرعة كبيرة خالص، ودي جران طلع لها راسين، وتيج طلعت بالجران فوق. ايه رأيكم مين هتكون نيميرو ان؟ برافو، الجران لوحدها هتكون هي اول واحدة. وبعد كده بعد ما هنحطها في الصلاي وهنرشها بالمية، هتكون الجران اللي طلع لها راسين دي نيميرو دو. يحصل ايه بعد كده؟ تروح التيج طلع فوق، وصل اهي طلعت التيج وخدت الجران معاها وصومي فوق كده. طب بعد ما طلعت كده ابتدت تتفتح وتعمل ورق، فعملت الزرعة الصغنونة خالص شوية وكبرت بقت الزرعة دي. بعد ما بقت الزرعة دي في الاخر خالص جت الزرعة لما كبرت وبقى فيها الفلور والفوي. تاني كده دي نيميرو 1، دي نيميرو 2، دي نيميرو 3، دي نيميرو 4، نيميرو 5، ايه نيميرو 6. كده احنا اتكلمنا على البلانت وعلى الحاجات اللي البلانت محتاجاها عشان تكبر، وقلنا انها محتاجة لوميير دو سولاي، اير، او، اي شالور دو سولاي. تمام كده، ميرسي ليكو، اشوفكوا الفيديو جاي، باي باي.